والآن سننتقل إلى سيادة الدكتور عزيز كوبيتي إدريس رئيس مركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية باحث وهو باحث متخصص في دراسات الصوفية والفكر الإسلامي ومؤلف للعديد من الكتب في التصوف والأدب والسلوك هو أيضا مشرف العام لمؤتمر الفاس العالمي للتصوف شارك في الكثير من ندوات والمؤتمرات في أنحاء العالم وعنوان مداخلته أساس الفكر الضال ودور العلماء في التصحيح فليتفضل دكتور عزيز الكوبيتي الموقر مشكورا وابن أمتك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم معاشر العلماء الأفاضل والفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان من المتوقع يعني أن تكون محاضرتي اليوم حول التصوف باعتباره جسرا للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب على اعتبار هذا هو مجال تخصصي أو باعتبار عدد من الأبحاث التي قمت بها في أوروبا وفي أمريكا حول تأثير الفكر الإسلامي خاصة التصوف من الناحية الأدبية ومن الناحية الفكرية ومن الناحية السلوكية في هذه البلدان لكن ارتأت اللجنة التنظيمية أن ألقي محاضرة تهمها وتهمنا جميعا وهي حول أسس الفكر الضال ودور العلماء في التصحيح لأننا في الحقيقة أننا نعيش اليوم في زمن الفتنة والإسلام هو دين السلام فالإسلام مشتق من السلام والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله المصطفى الكريم رحمة للعالمين فهو رحمة للناس ورحمة للجن ورحمة للحيوان ورحمة للبيئة ورحمة للجمادات ورحمة لما نعلم ولما لا نعلم ومن أسماء الله سبحانه وتعالى السلام لكن لا نعيش هذا السلام حقيقة نحن نعيش يعني فتن وأينما ولينا وجوهنا هناك قلاقل هناك فتن هناك صراعات هناك مشاكل هناك إكراهات يعني فما السر في هذا خاصة في عالمنا الإسلامي الآن
العالم الإسلامي لا تخلو بقعة من بقع العالم الإسلامي من 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 هذه الفتن. ما السر في ذلك؟ ونحن أصحاب رسالة المحبة وأصحاب رسالة السلم ونحن أتباع رسول الرحمة. فوجود يعني هذه الفتنة هي ناتجة عن فكر معين قاد إلى هذه الفتنة. هذا هو فكر ضلالي، وهو هذا الفكر الضلالي لا يواجه بالحروب، إنما الحروب يعني تقويه، وإنما يحتاج إلى مواجهة فكرية بالمقابل. نحتاج أن نفكك هذا الفكر لنعلمه، ثم لنعرف مواقع أو مواطن الخلل فيه، فنقوم إما بتصحيحه أو بتدميره من أو تدمير بنيته الداخلية. أسس أي فكر كيفما كان، أي فكر من الـ من الـ يعني من الفكر كيفما كان نوعه، إنما ينبني على أسس معينة، منها نظرية التأسيس. فكل فكر ينطلق من نظرية معينة، ثم يبني بعد نظرية التأسيس يبني جهازا مفاهيميا معينا، ثم يقوم باستدلال، والاستدلال بحسب الفكر، استدلال ديني من الكتاب ومن السنة، أو استدلال فلسفي، أو استدلال يعني من الشواهد التاريخية، أو استدلالات معينة علمية معينة، إحصائيات إلى غير ذلك. ثم يصل هذا إلى خلاصات معينة ينبني عليها ذلك الفكر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى محاولة تطبيق ذلك الفكر وفرضه على الآخر يعني بشتى الوسائل. الفكر الضال أيضا يستند على هذه الأسس. فالفكر الضال ينطلق من فرضيات أو نظريات معينة، هذه النظريات في الغالب تكون وهمية أو تكون ظنية، ولكن تؤخذ على أساس أنها بديهيات، يعني أنها صحيحة 100%. فمثلا وهذه النظريات في الغالب تكون يعني تؤثر في عوام الناس. مثال ذلك، ويمكن يعني إعطاء آلاف الأمثلة، ولكن بما أننا سنأخذ يعني الفكر الجهادي المتطرف كنموذج لهذه الدراسة، يمكن أيضا تعميم هذه النظرية أيضا حتى على الفرق الصوفية الضالة. فالفكر الجهادي المتطرف ينطلق مثلا من بعض النظريات كنظرية المؤامرة، فهو يرى الآخر دائما يتآمر عليه، وأنه مستهدف، وأنه ينبغي أن يواجه هذا الاستهداف ويواجه يعني هذا الآخر. أو نظرية الهدم والبناء، بمعنى لا بد لنا لمواجهة الآخر أن نهدم ما بناه الغير، ثم أن نعيد البناء يعني بناء جديدا. ثم بعد ذلك يأتي بمفاهيم، هذه المفاهيم تكون جذابة ومؤثرة في عامة الناس، خاصة في الشباب الذي يكون يعني له طموحات، وله يعني شباب يكون عاطفي ومتعطش يعني للقوة، ومتعطش يعني للتغيير وللتجديد. فمن بين المفاهيم مثلا مفهوم الجهاد، حيث يؤخذ هذا الجهاد يعني بحمولته الدينية القوية، والجهاد يعني مشروع دينيا، ولكن يعطاه بعد فقط من أبعاد الجهاد، فيعطاه بعد هو الحرب، حرب الآخر أو الاعتداء على الآخر أو تدمير الآخر، وتنسى الأبعاد الحقيقية للجهاد، وهي جهاد النفس باعتباره الجهاد الأكبر، أو جهاد أو جهاد يعني بالقرآن، أو جهاد الدعوة، أو جهاد في التربية، أو جهاد علم، يعني جهاد أصناف متعددة كما يعلم بذلك السادة العلماء. ثم بعد أخذ هذه المفاهيم يقام بالاستدلال عليها من الكتاب ومن السنة أو من بعض النصوص الأخرى بما يتلائم والمنطلق الذي انطلقوا منه. ثم وفق ذلك بعد هذا الاستدلال تصدر الأحكام، إما أحكام يعني بالتكفير أو الخروج من الملة أو الضلال أو غير ذلك، ثم ننتقل إلى مرحلة تنفيذ هذه الأحكام بالقتل والتفجير والعمليات الانتحارية وغيرها من الأمور الخطيرة جدا. الآن
هذا بناء قد يبدو سليم، لكن ما هو موقع الخلل فيه؟ يعني أي بناء هو هكذا، ما هو موقع الخلل فيه؟ موقع الخلل هو الانطلاق من فرضيات أو نظريات ظنية واعتبارها أنها بديهية. فموقع الخلل مثلا عندما نقول نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة أو نظرية الهدم والبناء أو غيرها من النظريات إنما تنطلق من الآخر، دائما نجعل الآخر هو السبب وننسى أنفسنا، ننظر إلى الآخر بأنه يعني سبب الإجرام وسبب الشر، وننسى بأن الإنسان في داخله قد يكون مجرما في داخله. الإنسان قد يبدو مسالما في شكله ولكن في داخله لا يعيش السلم، فالسلم العالمي إنما ينطلق من الداخل. فالنظرية الأصوب في الإسلام هي الانطلاق من الذات، هي الانطلاق من الذات، الاشتغال على الذات، هي التزكية، هي ما يعرف بالتزكية، وهي التي يدور حولها التصوف، على الرغم من أن التصوف الآن يعني بدأ يفقد حقيقة معناه الحقيقي الذي هو التزكية، فصارت الطرق الصوفية تشتغل بالذكر فقط أو الذكر والحضرة، ونسيت أو الاجتماع أيضا على المآكل والمشارب، ونسوا وظيفة أساسية وهي التزكية، والتزكية بمعنى إغلاق مداخل الشر التي تدخل الظلام إلى القلب، يعني التحكم في البصر والتحكم في العين والتحكم في الأذن والتحكم في اللسان والتحكم في الكف والتحكم في القدم والتحكم في البطن والتحكم في الفرج، هذه هي مداخل الشر، هي سبب الفتنة في الكون. سبب الفتنة هو أن الإنسان ينسى مداخل الشر داخله ويتجه إلى إصلاح العالم. كيف أصلح العالم وكيف أحقق السلم في العالم؟ كثير من المؤتمرات تعقد يعني حول السلم، ومنظموها يتنازعون فيما بينهم، ويكن بعضهم لبعض الحقد، ويكن بعضهم لبعض يعني لو وجدوا في مكان آخر لا قتله، والغيبة يعني بينهم. فكيف ننشئ السلم هكذا؟ السلم ينشأ يعني من الداخل بإغلاق مداخل الشر، بتطهير هذا القلب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عملية التنوير، ومن هذا التنوير، تنوير القلب وتنوير الذهن، لأن الذهن أيضا له مستويات في التطهير، أيضا الذهن له مستويات والقلب له مستويات والنفس له مستويات في التطهير، هذا تحدث عنه السادة الصوفية وتحدث عنه السادة العلماء، فيكفي الرجوع إلى إحياء علوم الدين يعني الجزء الخامس الذي يتحدث عن النفس، أو المتن العاشر صغير جدا ولكن يحمل هذا المعاني. المتن العاشر يعني عندما يتحدث عن دخول الظلام إلى القلب فهو يحدد الممرات السبعة، يعني يتحدث عنها بوضوح، يغض عينه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة، نميمة، زور، كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يكف سمعه عن المآثم إلى غير ذلك، ثم يحفظ البطن من الحرام ويترك ما شبه باهتمام، ويحفظ الفرج فرجه إلى غير ذلك. على أي حال لا أستحضر يعني. إذن النظرية الأصوب هي الانطلاق، هي الاشتغال على الذات بدءا، ثم بعد ذلك يعني يصير القلب طاهرا ويصير العقل طاهرا، فتكون النظريات نظرية حقيقية، نظريات ليست فقط يعني وهمية نسبية، وإنما تكون نظريات كشفية عيانية، كشفية عيانية، فيكون الكلام يعني هذه النظرية مؤسسة على الكشف والعيان، والكشف لا أعني به الكشف الذي يتحدث عنه بعض الصوفية على اعتبار أنه يعني في مرحلة الأولى، لأن الكشف أيضا مستويات، كشف ذهني وكشف روحي، والكشف يعني عندما يزول منه يعني عندما يتجاوز إلى سيد عبد العزيز الدباغ عن الكشف الصحيح وكيف يكون، فقال إذا تجاوز المرء، إذا ادعى أي شخص مثلا نوع من الكشف رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، وهذا يتحقق، هذا أمر يسير، رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، فقال إذا ادعى شخص معين رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة كيف نعرف هل هو صادق أم لا؟ فقال اسأله عن 30,000 حجاب، فإن حكى لك
عن 30,000 حجاب فكشفه صحيح. فالكشف أيضا له ميزان عند أولياء الله، لذلك الكشف الذي يؤخذ به هو الكشف الصحيح العياني، وهو عين اليقين بعد علم اليقين، هو عين اليقين. إذن هذا التطهير الذات هو الذي يؤدي إلى الوصول إلى هذه الحقائق اليقينية التي تستعمل كأسس للفكر السليم. ثم التنظير للإصلاح أيضا من الأخطاء التي يعتمدها هذا الفكر في مرحلته الثالثة، وهو الاستدلال الديني. فهؤلاء الناس يلجؤون إلى الاستدلال من الكتاب ومن السنة، وفيكون كلامهم مؤثرا في الشباب، لكن كيف يفهمون الكتاب والسنة؟ هذا هو السؤال، كيف يفهمون الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة ينبغي أن تفهم وفق الفهم النبوي، لا وفق فهم الأشخاص، وفق الفهم النبوي. ومن أين يؤتى الفهم النبوي؟ الفهم النبوي هو نور أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزله مع القرآن كما ورد في القرآن. الفهم النبوي نور، وذلك النور يتم عن طريق ما تحدثنا عنه من إصلاح القلب. فإذا ما أصلح القلب والذهن وتطهرت النفس، فيكتسب المرء ذلك النور المحمدي الذي به يميز بين الحق والباطل، فيصير ذلك النور كالفرقان. وهذا أيضا معروف، يعني آية قرآنية، يعني القرآن يتحدث عن هذا، يعني ومن يتق الله نجعل له فرقانا، يعني هناك من يتق الله يجعل الله سبحانه وتعالى فرقان، يعني يميز به، يعني رؤية سليمة يميز به بين الحق والباطل. إذن مشكل الاستدلال هم أنهم يستدلون بالكتاب والسنة ولكن وفق فهمهم الخاص، فيكون ذلك الكتاب والسنة، لأن كل حتى الطوائف، يعني الطوائف الضالة كلها تستدل بالكتاب والسنة، كل يقول لك قال الله وقال الرسول، لكن قال الله وقال الرسول وفق الفهم النبوي شيء آخر، هو الحقيقي، هي النظريات، هي الأسس الحقيقية للفكر السليم. ثم بعد ذلك يصلون إلى استنتاجات، ووفق ذلك الاستنتاجات يقومون بالتمييز بين هؤلاء، فيكفرون الغير، فيعتبرون الغير كله كافر إلا أنفسهم، في حين أن النظرة الأصوب والنظرة الإسلامية الحقيقية أن تعتبر كل الآخر كله مخلوق رباني ينبغي الاحترام، ولا نكرهه لشخصه، إنما قد نكره بعض الأعمال الصادرة منه، فلا نكره الأشخاص، لا نكره الشرير، وإنما نكره الشر الصادر منه. هذا هو المنهج المحمدي الصحيح. ويعني في هذا السياق يقول الشيخ عبد الغني النابلسي، يعني العلماء العاملين، إن علومهم مبنية على الكشف والعيان، وعلوم غيرهم مستمدة من الخواطر الفكرية والأذهان، وبداية طريق العلماء العاملين التقوى والعمل الصالح، فالتقوى تسبق العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والتقوى والعمل، وبداية غيرهم مطالعة الكتب والاستمداد من المخلوقين في حصول المصالح، ونهاية علومهم الوصول إلى شهود حضرة الحي القيوم، ونهاية علوم غيرهم تحصيل الوظائف والمناصب وجمع الحطام الذي لا يدوم، فلا طريق إلا طريق السادة الأئمة الهداة القادة. تحصيل الوظائف والمناصب وجمع الحطام، لأن أغلب هؤلاء، أغلب منظري هذا الفكر الضال، إنما يكون مقصودهم هو الحصول على المناصب، سواء في قلوب الناس أو في، يعني في 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 مناصب في الدولة أو غير ذلك، يعني من الأطماع الدنيوية. وقد يعني لا نبالغ إذا قلنا أن علماء الأمة الآن صاروا جزءا من هذه الفتنة، وذلك لأن منهم من هو منخرط فعلا بشكل فعلي ويعمل على التحريض عليها من خلال إصدار الفتاوي وإثارة الشبه والقلاقل، ومنهم من قد يعني اتخذ بينه وبين هذه الفتن مسافة
ويعمل فقط على المراقبة بدون أن يتدخل، ومنهم من يتحسر على الوضع المزري الذي آلت إليه الأمة وقد نأى بنفس احتياطا لدينه، ومنهم من فعلا يحاول إصلاح ما استطاع. إذن فالعلماء عندما نتحدث عن الفتنة بطبيعة الحال ينبغي أن نربطها بالعلماء، لأن العلماء هم مشكاة الأمة الذي ينبغي التمسك بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين يحملون مشعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أي هؤلاء العلماء؟ إنهم العلماء العاملون، العلماء الذين انطلقوا من تزكية أنفسهم بدءا، ثم عرفوا الله وعرفوا رسوله، ثم عرفوا الحق والباطل، واتخذوا الحق مسلكا ومشربا وملجأ. السر الاختلاف بين العلماء. الآن الناس يعني يتساءلون سبب هذه الفتنة، يعني ما موقف العلماء من اليمن، ما موقف العلماء من سوريا، ما موقف العلماء من مما يحدث في كل بقاع العالم. فتجد هذا يقول العالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال والعالم، ما هذا الاختلاف؟ ما سر هذا الاختلاف؟ سر الاختلاف هو فقدان البوصلة الموجهة له، لأن العلم ينطلق من العمل. البوصلة الموجهة للعلم هي العمل، هي التقوى. فالعلم دون عمل هو روح، هو يعني جسم بلا روح. الآن ما العمل الذي ينبغي أن يتحقق به السادة العلماء؟ ولا أدعي أنني أقول يعني شيئا أو ألقي السادة العلماء، فحاشا لله أن يكون هذا يعني مقصدي، وإنما أتحدث يعني فقط يعني ما أشعر به. يعني ما ينبغي للعلماء القيام به هو عمل في اتجاهين: عمل داخلي وهو الأساس وهو المحور وهو المطلوب وهو الذي سنحاسب عليه يوم القيامة، يعني العمل من خلال التوجه إلى معرفة آفات النفس والاشتغال على تصويبها وتقويمها وتطهيرها من الأدران والتعلقات حتى تصير الطريق معبدة سالكة واضحة نحو الغاية الأسمى، وهي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فالغاية الأسمى من الوجود هي الوصول إلى الله، ولكن هناك غايات أخرى من الغايات الأخرى من الأهداف الأخرى التي ينبغي أن تكون أيضا للعلماء ولغيرهم، وهي تعظيم أمر الله، تعظيم أمر رسول الله، الحضور الدائم مع الله، والشفقة على الخلق. هذه من الأهداف كما أجمع لذلك السادة الصوفية من الأهداف الأربعة للرحلة الصوفية. فالرحلة الصوفية لمعرفة الله سبحانه وتعالى إنما يعني في طريقها هناك أهداف أخرى أربعة، منها الشفقة على الخلق، ثم العمل الخارجي وهو ينصب على إصلاح الآخر وإفادته وتقويم اعوجاجه، سواء كان هذا الآخر شخصا أو جماعة أو أمة أو غيرها. وحتى يتم هذا العمل الخارجي بنجاح لا بد من معرفة وظائف هذا العمل، وكل السادة العلماء يعرفون هذا ويعرفون الحديث النبوي الذي يقول يحمل، وهذا الحديث يعني هو ينبغي أن يكون شعارا لكل طالب علم ولكل عالم ولكل من ينشد الإصلاح، لأن هذا هو الوظائف الأساسية التي أعطاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره أمانة، فهي أمانة في أعناق العلماء. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والعدول يعني عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العدول، يحمل هذا الدين من كل خلف من كل جيل عدول. ما سمة هذه العدول؟ هناك شروط في العدل، منها شروط العدل، هناك شروط ذاتية نفسية، وهي تقوى الله عز وجل في السر والعنان، عدم الخوف من الناس، الاحترام البالغ لآيات الله وأحكامه، اجتناب التجارة الرخيصة بالدين، والزهد مما في أيدي الناس، وعدم قصد المناصب، وعدم قصد الشهرة، وعدم حب الظهور، ويعني كل ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لا يرضاه العالم لنفسه، لأن رسالته أسمى من ذلك بكثير. وهناك شروط موضوعية هي التي أجمع عليها العلماء، يعني التمكن من الأصول والفقه والقواعد والتفسير إلى غير ذلك، يعني
مع الأخذ بسند صحيح من صدور الرجال الثقات. ثم هناك شروط مستجدة بحسب الزمن، فينبغي للعالم أن يتسلح في أيامنا هذه بمعرفة اللغات الحية حتى يعرف ما يجري في بقية بلدان العالم، وحتى يطلع، لأن الإنسان عدو ما يجهل. جهلك للغة يعني جهلك للعالم الآخر، ومعادتنا للغرب أو معادتنا لأمريكا أو معادتنا لدول معينة هكذا بشكل عام هو ناتج من فقدان اللغة ومن فقدان هذا التواصل. ثم يعني معرفة بتاريخ الأديان وتاريخ الأقوام وبالآداب وحضارة الأقوام والعقليات، وأيضا معرفة بالإعلاميات ومعرفة بمستجدات العلوم. فمن من مما يعني يندله الجبين أن يكون أحد كبار، بل هو كبير علماء هذا الفكر الضال، أن يموت وهو مصرا على أن الكرة الأرضية ليست بكروية الشكل وإنما مسطحة. هو يؤمن أن الكرة الأرضية مسطحة، فكيف لهذا الرجل أن يفهم إذا كان لا يعرف هذه العلوم؟ فكيف له أن يفتي في أمور العامة والخاصة؟ إذن مهمة العلماء وفق الحديث النبوي هي إزالة كل انحراف عن الدين مصدره الغلو في العقيدة أو المشادة في الدين. ثانيا، دفع انتحالات المبطلين الذين ينسبون إلى الدين ما ليس فيه. ثالثا، تقويم تأويلات الجاهلين، بمعنى استرجاع ذلك الفهم النبوي للتفسير ولتفسير الضوء. فكل ظاهرة، كل قضية إنما ينبغي أن تعرض للفهم النبوي، وتتفرع بطبيعة الحال عن هذه الوظائف الكبرى مجموعة من الوظائف الصغرى، منها الدلالة على الله وإرجاع عامة الناس إلى سبيل الرشاد، محاربة الظلم، مواجهة الاستبداد، محاربة الشر لا الأشرار. نعم، نحارب الشر لا الأشخاص، لا نحارب الأشرار، نحارب الشر الكائن فيهم، موقوف مع الناس لا سيما إبان الأزمات، التحذير من الانحرافات والشبهات، حماية الأوطان من المخاطر الخارجية، حماية الأوطان من الداخل، التحذير والتصدي لأخطار الانزلاق نحو الفتنة والطائفية، تصويب الأمراء والساسة بالنصح السديد والرأي القويم. فالعلماء في هذا العصر هم في أشد الحاجة إلى الاتحاد فيما بينهم وللاعتصام بحبل الله، مصداقا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فوظيفة العلماء أيضا في مواجهة هذا الفكر الضال، كيف يتحقق هذا الاتحاد؟ عن طريق تأسيس منظمات وجمعيات، وعن طريق تنظيم مؤتمرات كما هو الحال، وعن طريق تبادل النصح، وعن طريق يعني الاشتغال بإخراج الأبحاث والدراسات ليطلع عليه العامة، وأيضا باقتحام الفضاء السمعي والبصري لتوجيه العوام أيضا، ومع أيضا نصح الساسة ونصح الفعاليات الدينية والعسكرية للاستماع إليهم وللجلوس معهم للأخذ برأيهم، واستثمار كل الوسائط التكنولوجية والإعلامية في هذا التواصل بين العلماء وبين عوام الناس، وأيضا في فتح وحدات للدراسات العليا بمختلف الجامعات الإسلامية وتوجيه دعوات رسمية لهؤلاء العلماء لنصح الناس وتنظيم ورشات للتكوين. هناك بطبيعة الحال عوائق معينة تحول دون عمل، يعني لا نتحدث في عالم مثالي، فهناك أيضا عوائق معينة، منها التباعد الجغرافي بين السادة العلماء، ضعف الإمكانيات المادية للسفر، غياب الاستثمار الأمثل لوسائل التواصل التكنولوجي الحديث، انشغال العلماء بأمور أخرى كالتدريس والتأليف، عوامل نفسية
وذاتية الأنانية الحسد حب الرئاسة كل يريد أن يترأس المراكز وكل يريد أن يظهر في الساحة وكل يريد أن يصعد المنصة وكل يريد أن يقول كلمته. ثم هناك أيضا غياب الدعم السياسي، يعني لأن العالم يحتاج إلى رجل سياسة ليطبق ما يقوله ذلك العالم وينقله من حيز التنظير إلى حيز التطبيق. وأقول أن عراقيل من أيضا من ضمن هذه العراقيل وتحديات صحيح غياب المرجعيات الروحية، فما خاب من استشار. وكل عمل ديني أو وطني أو اجتماعي ناجع وناجح يلزم أن يجمع بين خبرة العلماء وإرادة الساسة والزعماء ومباركة أهل الذكر من رجالة التصوف الذين حباهم الله بكشف الحجاب وبأنوار المشاهدة والرؤية الصادقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقد انتهى الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.